نايمة ممدوح. الله ينعم عليكي، صار الشاي؟ ايه جاهز. لا البس بيجامتي واجي لك. حبيبي لا تطول، هلا ببرد الشاي. الو نعم. اهلين سوسن. الحمد لله ماشي الحال، شلونك انتي؟ ولا شي، قاعدين عم نشرب شاي. لا ايوه شو انسى؟ معقولة انسى اجي على هيك مناسبة؟ اي ساعة لازم اجي؟ اوكي، الساعة 8 يعني. طيب بدي اقول لك سوسن، إذا بدك بجي قبل بوقت مشان ساعدك. والله؟ جايبين أكل جاهز يعني؟ طيب، طيب اوكي. لا لا خلص أكيد. ماشي حبيبتي. الله معك. شو مين كان على التليفون؟ أختي سوسن. خير شو في؟ لا ما في شيء، بس عم تذكرني بالموعد تبع اليوم. أنو موعد؟ شو أنو موعد؟ شو نسيت إنهم عاملين حفلة مطنطنة الليلة عندهم بالفيلا؟ ليش ناوية تروحي؟ اسمعوا على الحكي، طبعاً بدنا نروح. ليش حضرتك عندك رأي تاني؟ يا سهام يا حبيبتي، لا رأي تاني ولا تالت. أنا بكل بساطة هالحفلات ما بحبها. ها؟ وليش بقى؟ لأنه هاي الحفلات للناس اللي فوق، ونحنا مو من مستواهم. في هو كبيرة بيننا وبينهم صعب نتجاوزها. ممدوح الله يخليك لا تفلسف لي الأمور. لك يا سهام حلك تفهمي علي، أنا هي الأجواء المصطنعة ما بطيئة. إتيكيت مبالغ فيه، مظاهر خداعة. هذا اللي بيحكي لي بالملايين، وهذا اللي بيحكي بالمليارات، هذا اللي حاطط بتمه بايب، وهذا اللي عم يشفط بالغليون والسيجار، هي اللي لابسة لي مانتو فرو وحاطة برقبة عائد ألماس، وشي لابس لي ساعة ذهب. بقى وين بدنا نروح بين الناس نحن وين؟ صدقيني وجودنا بيناتهم رح يطلع نشاز. شوف ممدوح، بجوز تكون وجهة نظرك صحيحة، بس لا تنسى انه سوسن اختي الكبيرة، وعبد الغني بيك عادي، لكن قلت ايه وان قلت لا. وجماعة عاملين حفلة بمناسبة رجعته من الغربة من كندا، بقى ليش لحتى ما نروح؟ ليش لحتى ما نقوم بالواجب؟ لا ومنشان شو؟ منشان حضرتك ما تحس بالدونية قدام باقي المدعوين. دونية؟ هلا هذا اللي فهمتي من حكي؟ سهام يكون بعلمك، أنا بعمري ما حسيت بالدونية لا قدام عديلي ولا غيره. ليش؟ لأني واثق من نفسي. أي نعم نحن ما معنا مصاري كتير، بس على قليلة أنا معي ماجستير بعلم الاجتماع، وهي الشهادة بتخليني اعتز فيها وارفع راسي. طيب طالما عندك كل هاي الثقة بالنفس، ليش لحتى ما نروح نعمل واجبنا؟ ما بعرف شو بدي لك. طيب خلص مثل ما بدك، ما نروح. فوتي لجوا جهزي لي شي طقم مرتب، خرج هيك حفلة. طقم مرتب؟ يلي بيسمعك بيقول عندك شي 20 طقم وشي 40 جرافيك. هلا رح تفقسي علي بطل روحها؟ لا خلص، رح نقي لك طقم على ذوقي. وسهلا بالأمورة. أهلين وسهلين. جيني بتتعامل معنا بالدعايات. يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي تفضلي. أهلا أهلين أهلين، شلونك؟ يا أهلا وسهلا. أهلين ممدوح، أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا، مرحبا. شو رايك حبيبي؟ تمام. شو سألك؟ سألك العافية. بدي زورنا هنيك إن شاء الله. يا أهلين أهلين حبيبي. كيفك سهري؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك يا رب. يا أهلين، تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا مرحبا. أهلين أهلا
اهلا استاذ عبد الناصر، شلون صحه؟ يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا مدام رحاب، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا استاذ عبد الرحمن، شلون صحه؟ يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، عاش مين شافها؟ اهلا مدام، شلون صحه؟ يا مرحبا، اهلا اهلا عبد الجبار بك، اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا يا اهلا عيوني، اهلا وسهلا، تفضلوا 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 يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا. اسعدتم مساء واهلا وسهلا بجميع مدعوي عبد الغني بيك. طبعا حال الوقت لنبقى ونستمتع معا بلقاء المطرب المتألق المطرب الفنان نورس نادر وفرقته الموسيقية بقيادة الفنان شادي جارو. Thank you.
يلا يا جماعة تفضلوا على البوفيه. لو سمحت تفضل. اهلا ومرحبا فيك. اهلا فيك. مرحبا. اهلا 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 وسهلا. بعرفك على عديلي الاستاذ ممدوح. شرفنا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا. نصوح بك تلتوعة رجل اعمال. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. ويا ترى حضرتك شو بتشتغل؟ معي ماجستير بعلم الاجتماع وحاليا موظف في وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. اسمع مني واشتغل مع عديلك بالتجاره وبلا لك هالوظيفه من عين اصلا. مو هيك والله؟ خوش انا عرضت عليه هالفكره بس ما بعرف ليش ما كان يقتنع مني. سيدي معه بيقتنع لأنه بيني وبينك الوظائف الحكومية ما لها مستقبل. بيجوز بس أنا ما بحب أشتغل شغلة بعيدة عن اختصاصي. اسمح لي إلك أنه كلامك مو صحيح يا أستاذ ممدوح لأنه الواحد بهالأيام بده يلحق القرش وين ما كان. أصلا مين عاد يشتغل باختصاصه؟ فهموا له المنظوم قال يا كحلة من تمك أحلى. سيدي كل واحد عقله براسه وبيعرف خلاصه. قلتك. يا أخي غني سمعت انك ناوي تعمل استثمارات هون بالبلد، صحيح هالكلام ولا حكي عدوي؟ يا سيدي صحيح. والحقيقة الأجواء العامة بالبلد عنا مشجعة كتير. وخرج الواحد يفتح فيها مشاريع جديدة، يعني على سبيل المثال. هي صار عنا مصارف خاصة وبورصة وأسهم وقوانين مشجعة، طبعاً هذا كله غير التسهيلات اللي عم تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. يا سيدي أنا بتصور إنه رجعتك للبلد مكسب كبير للاقتصاد الوطني. الله يخليك يا سيدي. يعني شو بيقول الواحد؟ لك يا أخي بتضل بلدنا أولى فينا وحبيبتنا ونحن بدنا ناخده. على فكرة بمخطط الدعاية والإعلان تبع شركتنا في كذا دعاية بتاخد العالم بس أنا حاجز لك أحلى وحدة فيهم لأنه في توصية خاصة من عبد الغني بيك. طيب وشو هي الدعاية؟ لا تركيها مفاجأة. طيب شكرا كتير. عفوا عديل يا ترى بأي مجال ناوي تستثمر أموالك؟ أنت شو رأيك؟ رأيي أي مجال كان بس يخدم البلد. مثل شو؟ مثلا مشروع زراعي ضخم أو... لا 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 شو مشروع زراعي؟ ما أحلانا على آخر هالزمن عم نشتغل بالزراعة ونصير فلاح. عفوا ليش شو المانع؟ يا سيدي في 100 مانع وأهم شيء إنه دورة رأس المال بالزراعة بطيئة كتير ومملة. يعني بدك تنتظر شي 5 سنين زمان لحتى تبلش تاخد مردود. مو هيك عبد الغني بيه؟ يا سيدي مزبوط. هذا بالإضافة لأنه أنا شخصيا ما بحب المشاريع الكلاسيكية. بدي مشروع يكون جديد وما حدا فكر فيه، يعني يعمل صرعة بالبلد. ممكن تفتح مصانع نسيج أو مصانع معدات زراعية. عفوا عديل، هالأمور كلياتها بعيدة عن اهتماماتي. هو صحيح أنا عم فكر بالصناعة بس بدي أعمل شغلة أرقى صرعة تكتسح السوق كسح. وبصراحة يعني حابب انفرد بالسوق لحالي لأني ما بحب حدا ينافسني، هيك طبعي. معناها في بذهنك شيء؟ إيه طبعا في. يا سيدي في بالي مشروع خيلة تماما بس هلا ما رح اقدر احكي عنه لاني عم اطبخه على نار هادية. على كل حال يعني بتضل هالبلد بلدنا وهي اولى فينا ونحن يا اخي بس بدنا نخدم. وشو هالمشروع الخيلة بقى؟ يلي فهمته من جوزي انه ناوي يعمل معمل ضخم لانتاج اللياف. عن جد عم تحكي يعني لياف الجلي؟ مو بس لياف الجلي، معمل من جميعه، لياف جلي، لياف حمام، مماسح غبره، يعني من هالاشياء هي. بس في معامل كتير لهيك شغلات. صحيح، بس معملنا غير شكل، لانه نوعيه الماده يلي رح نشتغل فيها جديده، ونحن اول ناس رح ندخل وكاله هالماده على البلد. بصراحه
جوزي عمل العمايل مع الشركات الأجنبية لحتى أخذ وكالة هالمادة بالشرق الأوسط. إيه معناها الليافة اللي رح تطلع من معملكم كتير غالية. لا، لأنه السعر رح يكون مدروس كتير. جوزي دارس المشروع من كل جوانبه ودارس كمان جدول اقتصادية. إيه الله يوفقكم يا رب. وإمتى ناوي تطلع بمشروعك الجديد؟ يعني بدك تقول خلال شهر بالكتير، بس طبعاً ناوي أعمل حملة إعلانية ضخمة بالأول حتى روج للسلعة بشكل مثالي. يا سيدي هذا عين العقل. الحقيقة أنا عم أفكر أعمل أكبر معمل شمس بالشرق الأوسط. يعني عليك يا أستاذ هاشم، هذا أحلى مشروع. لا وبالصدفة شفت خط إنتاج جديد بفرنسا كله على الكمبيوتر وما بده غير 4-5 عمال حتى يشغلوه، وإن شاء الله إنتاجه منيح. يعني قديش بيطرح يوميا بالسوق؟ 50,000 كيس بطاطا باليوم الواحد. ممتاز جدا. شو رأيك تشاركني بالمشروع؟ الحقيقة أنا ما بقدر يا هاشم بيك، لأني بصراحة ما بحب اشتغل بغير اختصاصي. أنا صرت ملك السوق بإنتاج المصاصات ومو حابب اشتغل شغلة غير شغلتي. هو من هالناحية معك حق، بس أنا بعكسك تماما. ها شلون يعني؟ يعني أنا أقدر أحمل 20 بطيخة بإيد واحدة بنفس الوقت، منشان هيك أنا فايز بأكتر من مشروع استثماري. يعني غير معمل الشيبس أنا عندي شركة تأجير سيارات ووكالة أجهزة موبايل وشريك بمعمل مرتديلا، وعم أفكر إضافة لهالشي اشتري نص أسهم معمل البوزة للجميع. برافو عليك، فعلا إنك ديناميكي وابن هالعصر. طبعا ابن هالعصر، ابن مين بدي يكون لك أنا. هلا هيك الحكي صار؟ معمل ليها؟ سوسن هيك قالت لي. معقول عبد الغني يترك أشغاله ببلاد برا ويجي لهون مشان يفتح معمل ليها؟ بس سوسن عم تقول إنه هي ليها بغير شكل. شلون غير شكل؟ بتليف لحالها يعني؟ شو بتليف لحالها أنت التاني؟ في شي بليف لحاله؟ بس عم تقول إنه المواد تبعها كتير جديدة، مدري سيليلوز، مدري سيليكوز، مدري ستيريوز، والله ما بعرف شو قالت لي. كل شي توقعته من هالزلمة إلا إنه يعمل معمل لياف. لياف؟ اسمعوني منيح يا شباب، ليفتنا لازم تكتسح السوق، لذلك بدي حملة إعلانية ضخمة كتير. بدي الناس كيف ما راحت وكيف ما أجيت تلاقي صورة ليفتنا بوشها. يعني لازم الناس تنام على ليفتنا وتفيق على ليفتنا، ولهالسبب لازم نكتر دعايات بالإذاعات ومحطات الإف إم والمحطات الفضائية، ودعاية ليفتنا لازم تطلع بنص المسلسل، بنص الأخبار إذا استطعنا، وحتى إذا قدرنا نطلعها بالنشرة الجوية أنا ما عندي مانع. يعني بالمختصر بدي ليفتنا تكون حديث البلد، حديث البلد بأكمله. حدا عنده استفسار شيء؟ أستاذ عبد الغني، قديش بدنا نخصص ميزانية للحملة الإعلانية؟ ما في رقم محدد، الميزانية مفتوحة، 10 ملايين، 20 مليون، مو مشكلة. يعني بتضل هالبلد بلدنا وهي أولى فينا ونحن بس بدنا نخدم. على كل حال أنت قدم لي الدراسة الإعلانية وأنا بخصص لك الميزانية المطلوبة. عفوا أستاذ، مو المفروض فينا أنه نعمل حملة دعائية لكل منتجات الشركة؟ يعني أنا قصدي أنه ما نحصر نشاطنا الإعلاني بليفة وبس. برافو عليك، سؤال وجيه كتير. أنا بتصور اسم الشركة رح يلمع ويضرب بالبلد من خلال هالليفة هاي، وهالليفة رح ترفع راس شركتنا لفوق، لأنها رح تكون عنوان لإنتاجنا العالي الجودة. ومتى ما ضربت الليفة معنا بالسوق، ساعتها منفكر بحملات إعلانية مشابهة لمساحات البلور، أكياس التفريك، المماسح، الفراشي. لا تستعجل يا أنسة الدور، كل شي بوقته حلو. بقى خلونا هلأ بالليفة وخلينا نحصر تفريكنا تفكيرنا بنجاحها، وبعدين منفكر بباقي المنتجات. ما بعرف في حدا عنده شي سؤال أو استفسار؟ يعطيكم العافية، انتهى الاجتماع.
حمامك وتعيش احلى ايامك. خليلي فتنه قدامك. شلون لقيت لي الدعايه بالليل؟ عظيمه جدا، ممتازه كثير، الله يعطيكم العافيه. اصبح وينك، الله يرضى عليك، خذ هالشريط اللي بيتكان بايدك ونزل على التلفزيون واحجز له وقت مناسب مشان عرضه. تأمر معلم، كم مره بتحبوا تنعرض باليوم؟ هو بيني وبينك اذا انعرض 10 مرات باليوم مو مشكله، واهم شيء انه ينعرض بنص المسلسل العربي وقبل الاخبار وبعدها، واذا كان في امكانيه بنص الاخبار بكون ممنون كثير. حاضر معلم. دعايات الطرقات شو صار فيها؟ يا سيدي طرشنا البلد طرش بدعاية الفتنة وحطيناها بالطرقات العامة والطرقات الفرعية والملاعب والساحات والطرقات الخارجية، حتى أكشاك براق للتليفون طلصناها طلص، هذا بالإضافة إلى تواجد دعايتنا جنبا إلى جنب مع الشعارات الوطنية. عظيم كتير، لأنه مشروعنا بيني وبينك مشروع وطني من الطراز الأول. وشو بيقول الواحد؟ بتضل بلدنا أولى فينا ونحن بس بدنا نخدم. طيب إعلانات الصحف؟ حجزنا صفحة كاملة بكل الجرائد والمجلات والنشرات اللي بتتوزع بالسوق، حتى الدومري معلم ما وفرناها، واستأجرنا 50 سيارة مغلقة وكتبنا عليها لفتنا تغزو الأسواق، حتى تضل السيارات تلف ليل نهار بالشوارع لتلفت النظر. بتعرف يا معلم، إذا ما نضل على هالحالة 10 أيام رح نخلي لفتنا تصرع الناس صرع. ما في مانع، هذا المطلوب، لانه اذا الناس ما انصرعت بالسلعه ما بتفكر تشتريها منو وبتدر لنا ظهرها. بقى الله يرضى عليك، خذ هالشريط ونزل على التلفزيون مشان نكسب الوقت. حاضر معلم. يمكن معي ناميات. اسف كثير استاذ، ما بقدر احط لك الدعايه غير 8 مرات باليوم. اي لا، هيك قليل كتير، يعني نحن كنا مفتكرين نحطها على الأقل 10 مرات. هو الأحب على قلبنا، بس معلش بدك تعذرنا لأنه في عنا شوية ضغط وما نقدر نلبي طلبك. مثلا عنا دعاية لعلكة فاتنة 5 مرات باليوم، ودعاية ليفة ألمين وصابرين 6 مرات، وعنا 9 دعايات صابون، وعشر دعايات سوائل جلي، وعشرين دعاية بسكوت مصاص وشيبس. يعني مثل ما بتعرف ما شاء الله كان الانتاج المحلي غزير كتير، وكلهم بدهم يعلنوا على القناة الأولى. بقى شو نساوي نحن بهالحالة؟ طيب ما في مشكلة، ماشي الحال، يا ريت تحجز لي بس بفترات حساسة. على عيني استاذ، بس يعني أنا قصدي في عنا طريقة تانية للإعلان غير الدعاية. وشو هي؟ يا سيدي بإمكانكم تحجزوا أحد البرامج الناجحة وتحطوها برعايتكم، قصدي برعاية الليفة تبعكم. فكرة معقولة كثير. طيب في عندكم برامج فاضية؟ والله أنا ما بعرف، يا ريت تسأل الإدارة بالخصوص. طيب ماشي، هدول راح أترككم عندك. شكرا، الله معك. إذا كنت حابب تحرك تمك وتعلق، أنت أكبر قدر، مالك إلا علكة فاتنة. وإذا بدك تعطر تمك وتنطل في سنانك، أنت أكبر قدر، مالك إلا علكة فاتنة. علكة فاتنة شو طيبة؟ علكة فاتنة ما ألزة؟ لك وآخرتها؟ أنت بدي يبدأ المسلسل، انطوش راسي من هالدعايات. هلا وقته، ما بظن يتأخر أكثر من هيك، إنه صار طالع شي 20 دعاية. ها؟ طلعت المذيعة. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. نبقى بعد قليل مع الحلقة الأخيرة من المسلسل المحلي رجال حول الزعيم، وهو يقدم برعاية علكة فاتنة. ثم نلتقي مع البرنامج الثقافي قصة الحضارة ونظرة إلى التراث، وهو يقدم برعاية لفتنة وبس. ثم نلتقي مع ندوة حوار الشرق والغرب التي تقدم برعاية مصاص المحبة. أتمنى لكم أن تمصوا عفوا أن تمضوا أوقاتا طيبة برفقتنا. ليبيا على غير محطة. لك ليش ما بدك تشوف المسلسل؟ طالما المسلسل برعاية علكة ما بدي شوفه. مثل ما بدك، لو أنا قلب لك يا ما بتفرق، حطي على أي محطة بس ما يكون فيها دعايات. كي والله هي صعبة شوي، ما في محطة ما بتحط دعايات. ماما أصبح أحسن شيء قوم حط راسي ونام. يلا أصبحي على فكرة. أنت من أهله؟ لا ماما، نستناه نتعشى سوا.
طمني يا أنطوان، شو أخبار البورصة؟ شو الحكي متأكد؟ أسهم الليفي عم تطلع؟ يا عم كتير منيح، يعني بقديش صار السهم؟ حلو كتير. لا لا بالوقت الحاضر لا تطرح شي للبيع. ايه بكير شوي. طيب ماشي الحال، وشو أخبار باقي الأسهم؟ يعني مثلا سهم علكة فاتنة بقديش صار؟ عظيم جدا. طيب وينها؟ شو الأسهم يلي نازلة؟ أسهم البسكوت؟ لا 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 تشتري شي هلا، بس خليك على اتصال معي الله يرضى عليك يا أنطوان. ايه وخبرني على حركة البورصة أول بأول. ايه وهو كذلك. الله معك، الله يسلمك حبيبي أنطوان، مع السلامة. أنا سمايا، اطلبي لي اجتماع عاجل لمجلس الإدارة الله يرضى عليكي. ايه بسرعة. إذا كنت حابب تحرك تمك وتعلي، أنت أكبر قدر، مالك إلا علكة فاتنة. وإذا بدك عطر تمك وتنظف أسنانك، أنت أكبر قدر، مالك إلا علكة فاتنة. علكة فاتنة شو طيبة؟ علكة فاتنة ما ألذ. أما الآن أعزائي المشاهدين، نبقى مع أسعار الأسهم في البورصة المحلية. سهم شركة ليفتنا 857 ليرة سوري، سهم شركة علكة فاتنة 460 ليرة سوري، سهم الشركة الوطنية للبوالين والزميرات 340 ليرة سوري، سهم سيفة الألمنيوم صابرين 540 ليرة سوري، سهم المؤسسة الوطنية للبسكويت 412 ليرة سوري، سهم شركة المصاص والسكاكر المتحدة 518 ليرة سوري، سهم مبيد الصراصير صاعق ماحق 525 ليرة سوري. ممدوح، انت ليش ما بتشتري شوية أسهم بهالمصاري اللي معك؟ أسهم؟ وأنا شو بفهمني بهالشغلة؟ يعني اللي بيشتغلوا بالبورصة كتير بيفهموا فيها، هيك لقي لك شي شركة قوية واشتري أسهم منها. ماشي ماشي، فكر بالموضوع. وقد بلغ حجم التداول لهذا اليوم 580 مليون و460 ألف ليرة سورية. أما عن حركة المؤشرات فقد ارتفع اليوم مؤشر عبد الغني جونز وهبط مؤشر العلكة، فيما ثبت مؤشر كلينكو. ولإلقاء مزيد من الأضواء على حركة الأسواق المحلية، معنا على الخط السيد فهد التحميش الخبير والمحلل الاقتصادي. يعطيك العافية أستاذ تحميش. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أستاذ، يا ريت تعطينا فكرة عن حركة البورصة لهذا اليوم، وشو بتنصح الأخوة المستثمرين يلي حابين يشغلوا مصرياتهم بالبورصة؟ الحقيقة شهدت البورصة اليوم حركة معقولة قياسا إلى اليومين السابقين، وفي اعتقادي أن العطلة الأسبوعية للبورصة في بعض الدول المجاورة أدت إلى نشاط متزايد في بورصتنا المحلية، وقد شهد قطاع صناعة مواد التنظيف تقدما ملحوظا على حساب قطاع صناعة المعجنات والسكاكر، بينما حافظ قطاع إنتاج البوالين والنفيخات والزميرات وألعاب الأطفال على التقدم اللي أحرزه من يومين وجاي. طيب شو بتتوقع أستاذ للأيام القليلة المقبلة؟ أنا أتوقع أن يهبط مؤشر عبد الغني جونز المتعلق بالليف هبوطا طفيفا، لأنه ستجري في السوق عمليات جني أرباح، ولكنه قد يعاود الارتفاع في الأسبوع المقبل. وأتوقع أيضا أن يستمر مؤشر العلكة في الهبوط نتيجة الركود الاقتصادي الواضح في سوق العلكة، إلا إذا أبرمت اتفاقيات لتصدير هذه المادة إلى الخارج. وشو بتنصح المستثمرين؟ لا أستطيع أن أقدم أي نصيحة، لأن حركة البورصة تحكمها جملة من المعطيات، وهناك دائما مفاجآت لا يمكن التنبؤ بها. المحلل الاقتصادي فهد التحميش، شكرا لك. شكرا. ممدوح، شو رأيك تشتري أسهم بشركة عبد الغني؟ ليش بقى؟ لأنه جوز أختك يعني؟ لا أيو، مو هيك القصد، بس أسهم الياف كتير عم ترتفع، يعني حرام إذا بتستفاد لك بشي قرشين. حتى لو كانت أسهمه عم ترتفع ما بدي أشتري من عنده. لك منين بدك تشتري؟ عم فكر اشتري أسهم بشي شركة من شركات سوائل الجلي، لأنه هدول كمان عم يربحوا ربح مو معقول. مثل ما بدك، أنا ما بتفرق معي، المهم بس هيك تتلحلح لك شوي. لك شبنا؟ لحظة لحظة، قديش قلت لي صار سهم علكة فاتنة؟ شو الحكي؟ يعني في احتمال ينزل أكثر من هيك؟ طب وينك أنطوان؟ اشتري فورا 10,000. إيه، وإذا طلع بحدود 2% بيع فورا.
فهمان شو عمل لك؟ لك ايه بدون ما تخبرني وضيع وقت. طيب اسهم المنظفات بقديش صار؟ اصبح كمان اشتري 10,000 سهم. وشو اخبار اسهمنا؟ عظيم كتير، لكن انطوان قوي قلبك كتير وتراح 20,000 سهم للبيع. ايه اعمل مثل ما عمل لك ولا تناقشني يا اخي. يلا انطوان لا ضيع وقت وخبرني شو بصير معك اول باول. مع السلامة. يلا معك. طمني شو صار معك اليوم؟ نزلت على البورصة شي؟ اي نزلت. اشتريت اسهم منظفات بحوالي 300,000 ليرة. برافو عليك، كتير منيح. شو قالوا لك هنيك؟ شو بدهم يقولوا يعني؟ يعني ممكن يغلى سهم المنظفات؟ ما حدا بيعرف، نحن وحظنا. ان شاء الله يا رب، يا رب يغلى، بركي هيك ننفرج شوي ونشم ريحة ربنا. بتعرفي يا سهام؟ أنا ماسك قلبي وحاسس حالي تورطت بشغلة ما بفهم فيها. يعني مو كان أحسن لو حطينا مصارينا بشي شغلة مضمونة أكثر من البورصة؟ هو من الناحية معك حق، بس يعني الرأس مال الصغير ما بيعمل شي بهي البلد. صحيح، وهذا اللي خلاني أقوي قلبي وحط مصاري بالبورصة. سيدي أنت اتكل على الله وإن شاء الله ما بيصيبنا غير نصيبنا. الله يجيب العوائب سليمة. طبعا مثل ما بتعرفوا كلكم نحن دخلنا عصر العولمة، نقلنا إيه ونقلنا لا، دخلناه وما حدا سمع علينا. يعني سواء كنا ضد العولمة أو معها هذا ما بيقدم ولا بيأخر، لأنه العولمة صارت واقع مفروض على الكل الكبير والصغير. وبعصر الهيلمة العولمة ما في مكان لمستثمر صغير أو مؤسسة صغيرة أو مصنع صغير. ليش؟ لأنه صار هالعصر للاستثمارات الكبيرة وعصر اندماج الشركات، والشركات العملاقة هي بس يلي رح تستمر وتعيش، أما الشركات الصغيرة فرح تصف مع جناب. ونحن كمؤسسة استثمارية وطنية مليئة وقوية وإلها اسم كبير وراس مالها الضخم، المفروض ما يخفى عنا هيك شيء أبدا، ولازم نتوعى ونلزم الحذر. عم تحكي جواهر يا عبد الغني بيك، بس بالمقابل مؤسستنا ما عادت مؤسسة صغيرة، مؤسستنا صارت من المؤسسات العملاقة بالبلد، ويوم عن يوم عم ترتفع أسهمنا. لأو مو بس هيك معلمنا، نحن صرنا عم نأثر بالبورصة وعم نلعب بأسعارها وعم نضارب فيها على كيفنا. نحن اليوم ملوك السوق يا معلم بدون منازع، وما بتصور نتأثر بالسوق إذا كان في عولمة أو ما في عولمة. هو معك حقها، لأنه وضعنا بالوقت الحاضر ما رح يتأثر، بس أنا عم بحكي عن المستقبل، ونحن لازم نفكر لقدام وما نثبت نظرنا على أرنبة أنفنا. طيب ممكن نعرف شو نظرتكم للمستقبل عبد الغني بيك؟ بالوقت الحاضر كل الشركات العملاقة عم تندمج مع بعضها لتأسيس مراكز قوى بالعالم كله، ونحن هون المفروض نمشي بنفس الخط. يعني فكرة الاندماج بتقوي المؤسسة وبتثبت رجليها بالسوق وبتصير أقدر على المنافسة والمضاربة. كمان بصير فكرة معقولة كتير، بس بفكركن مع مين ممكن نندمج عبد الغني بيك؟ سؤالك حلو، لذلك أنا رح وزع عليكم هلأ عروض شركات مهمة بالبلد، وهالشركات كلها حابة تندمج معنا. بأدرسوا لي هالعروض منيح وسجلوا ملاحظاتكن ومنناقشها بالاجتماع الجاي. انتهت الجلسة هلأ. رشح الصيف مثل حد السيف. خير يا طير، شبك مبوزي؟ سهام تركيني بهمي مشان الله. شو تركيني بهمي؟ شغلتلي بالي شوفي؟ يا ستي هبطت اليوم أسهم المنظفات هبطة بنت كلب، هبطت للنص وأكتر. شو هالحكي؟ هبطت للنص؟ وانت شو عملت؟ شو بيطلع بإيدي أعمل؟ إيش بيطلع بإيدي شي أعمله وما عملته؟ طيب ليش هبطت؟ وشو السبب؟ قال صار في مضاربات بالسوق، قامت نزلت الأسهم بفرد نزلة. و300,000 ليرة تبعتنا شو صار فيهم؟
بدك الصراحة ولا بنت عمة؟ لا الصراحة. أنا كنت بصراحة مشتري بسبعمائة ألف ليرة أسهم ومخبي عليكي. سبعمائة ألف؟ لك ولي على قامتي؟ ولي على قامتك يا سهام؟ لك أنت معصى صحت لك مية بس؟ شو بيعرفني؟ هذا اللي صار. قلت لحالي يا ولد ضرب ضربة محرزة يا أما بلالك هالشغلة من عين أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قديش خسرنا؟ بعت الأسهم بثلاثمائة ألف بس؟ أي بس. هذا سعره اليوم بالبورصة. لك ليش حتى تبيع؟ شو كان الله جابرك أنك تبيع؟ كنت استنى بركي بترجع الأسهم بتغلى. ما بعتقد. الناس كلها صارت تبيع. الحق إيدهم خافوا تنزل الأسهم أكثر من هيك، لأنه البورصة مثل الدولاب بنزول، متى ما كر ما بيعود بيوقف. لك يا ربي يا ربي، منين جتنا هالمصيبة؟ منين؟ لا والخازوق مو هون. خازوق؟ أنو خازوق؟ الخازوق إنه أسهم اللي فتنا تبع عبد الغني بيك جوز أختك، ارتفعت اليوم 30% بفرد ضربة. لك شفت شلون؟ شفت شلون؟ أنا أمي قالت لك اشتري أسهم عند عبد الغني ظهري، أنت الحق عليك، أنت ما بتسمع الكلمة. يا ريتني سمعت كلامك، بس شو فائدة الندم هلا؟ طيب ليش؟ ليش أسهم اللي في غليت قللت؟ ليش طبعا بدها تغلى، لأنه صار في اندماج بين مؤسسة لي فتنا تبع عبد الغني بيك ومؤسسة سيفتنا تبع مصطفى بيك، يعني الليفة والسيفة اتحدوا، مشان هيك طلعت أسهم الاثنين سوا. بدك يخرب بيت حظنا شو معتر، يعني لو كنا اشترينا أسهم بليفتنا ولا بسيفتنا شو كان صار يعني؟ خلص سهام، لا تفكري كتير وتعبي راسك، هيك نصيبنا. بس وحياتك، لعوض لك هالخسارة بأسرع وقت وبكرة بتشوفي. تعوضني؟ وشلون بقى بدك تعوضني؟ ولا يهمك، بكرة بتشوفي شلون. وينك؟ اسمع مني وفمي مصبوط، لأنه بصراحة ما حدا عم يفهم علي إلا أنت، وباعتبارك المدير التجاري المخول مني شخصياً بتنزل هلأ على البورصة ركض وبتبيع كل الأسهم تبعنا دفعة واحدة. كلها لا تخلي شيء. طيب عبد الغني بيك ممكن أعرف شو السبب يا ترى؟ هلأ أعمل مثل ما عم قلك ولا تناقش. حاضر معلم، بس هالمصاري شو أعمل فيها؟ لوين حولها؟ حولها بمعرفتك على حسابك بسويسرا على هذا الرقم. هيك ها هلا فتح انفي وصرت اعرف شم هوا منيح. ما بقول لك لا، بس بصراحه ممدوح انا خايفه يصير فينا مثل المره الماضيه. لا 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 لا، هالمره الربح مضمون، اسهم العلكه رح تطلع اكيد. شو عرفك؟ في اشاعه قويه بالسوق انه مؤسسه علكه فاتنه ناويه تندمج مع شركه المصاص والسكاكر المتحده، واذا هذا الاندماج تم رح ترتفع اسهم العلكه والمصاص للعلالي. يا رب الله يسمع منك يا ممدوح ولا يخيب لنا رجاء إلهي. تفضل. احترامي سيدي. أهلين، طمني شو صار معك؟ مشي الحال معلم، كل العمليات تمت بسرعة وحسب توجيهاتكم، وهذا تحويل من مصرف بهلول ليميتد. بعت كل الأسهم؟ كلها وحسب توجيهاتكم. شو الرقم الإجمالي؟ 60 مليون دولار. مو بطالين، حلوين. وبيني وبينك الربح اللي حققته معقول تماما، لاني وقت بديت استثمر اموالي بهالبلد من سنتين كانوا 20 مليون دولار بس. يا سيدي الله يزيد ويبارك ويطعمك من خزائنه المليانه. بس عبد الغني بيك بدي اسالك سؤال، طالما حققت كل هالارباح ليش بعتها كلها؟ معك حق تسال هالسؤال يا برهان. أنا بالحقيقة عم فكر بمشروع أهم من هيك بكتير. آسف لفضولي معلم، بس ممكن تحطوني بالصورة؟ على عيني وراسي تكرم. شوف يا برهان، أنا معروض علي صفقة مهمة كتير وبسعر مغري، وناوي اشتري مصنع ضخم للفولاذ بألمانيا، وبدي ساهم بمشروع سكة الحديد بهامبورغ، ومشان هيك بدي منك تبعتلي المحاسب طوني حتى يدرس لي سعر المارك. يعني راح ترجعوا تستثمروا اموالكم برا؟ اي والله هيك النيه يا برهان، لانه شو عم اقول لحالي؟ عم اقول حاجتنا بقى استثمار سنتين بهالبلد، هي ما شاء الله تنشط السوق وتحرك الاقتصاد. اللي برهان تحرك ولا ما تحرك؟ اتحرك معلم، لكن ما تحرك. اي بس بدك مين يقدر؟
وأنا والله على ما أقول شهيد. ما عم منن هالبلاد، ما عم هتة بفضلي عليها معاذ الله. هو صحيح أنا بذلت جهود جبارة حتى نظف جلد الشعب بليفتنا، وحركت تم الساكتين من أفراد هالوطن ولو بالعلك، بس معليش دائما كنت أقول لحالي هذا بلدنا وبتضل بلدنا أولى فينا، ونحن أصحاب الفعاليات الاقتصادية أبدنا نخدم وبس. مزبوط ولا لا يا برهان؟ مزبوط ونص عبد الغني بيه. أصبح خود خود حرك تمك بهالعلكة، لأنه العلك أحيانا ضروري. نسيك